السلام عليكم يا البنات، جسبكم وزالي بيان. انا رجعت لكم اليوم بفيديو جديدة في كوليكسيون جديدة اللي قلت لكم اسبوع قبل العيد حتكون خصيصا من اجلكم يا بنات. حيكون فيها 5 فيديوهات باذن الله تعالى من اليوم ان شاء الله حتى نهار الخميس. هنا باذن الله تعالى جبت لكم فيديو يساعد على تقشير البشره وتطهيرها، وايضا يساعد على نزع البشره الميته اللي هي لابو مورت، وتانيت حيصفي لون البشره ديالكم ويساعد على توحيد لون البشره. تبعوا معايا خياتي، حنمد لكم المكونات اللي جبتهم لكم اليوم والمكون السحري اللي في هذه الوصفه. تبعوا معايا خياتي. خياتي هنا المكون الاساسي في هذه الوصفه هو الارز. هنا جبت الارز، هنا درت 2 مغارف تاع الارز، طحنتهم تري تري بيان. هاهم ليك الريزولتا اللي لحقت له، يعني قاد لكم هكا تقاد لكم شويه حروشيه فيه. هنا الرز يساعد على توحيد لون البشره وعلى تقشيرها، يعني هذا هو اللي يلعب دور مقشر، حيقشر لابو ديالكم معمقا، وايضا يساعد على تطهيرها، وايضا كي تخلطوه مع مواد اخرى خاصه مع العسل يساعد على نزع الهالات السوداء. وتانيت هنايا الوصفه المكون الثاني عفوا هو عباره عن العسل، العسل الحر خياتي كما قلت لكم. العسل الحر يساعد على علاج البشره لانه مضاد للاكسده، يساعد على ترطيب البشره وتوحيد لون البشره لانه مضاد للاكسده. وهنايا لهذا الوصفه نحتاجوا الى الرايب، واذا ما كانش عندكم الرايب تقدروا تستعملوا بتسويس ولا يوغ ناتور. كما قلت لكم الحليب ومشتقاته يحتوي على حمض لاكتيك الذي يساعد على توحيد لون البشره وايضا ترطيبها. هنايا حنديروا هذا الكونتي اللي قلت لكم 2 مغارف صغار من الرز يكون مطحون، ديروا معاه مغرفه تاع العسل يكون حر، وثاني حنديروا نجمعوهم بالرايب حتى وين تحصلوا على خليط اللي نقدروا نديروه في لابو ديالنا، يعني يكون متماسك، يعني حوالي مغرفه ولا مغرفه ونص من الرايب. نخلطوا تخد خد بيان، نديروا هذا لو ماسك ولا هذا لو قماش مده 15 الى 20 دقيقه في البشره ديالنا. ومن بعد نغسلوا كي العاده بالماء ولا بالجل طويون ديالنا تاع الفيزاج. وثاني ومن بعد نعقبوا بمكعبات الثلج هنايا باش تغلقوا المسامات ديالكم وايضا تساعدوا على توحيد لون البشره. تهلاو في روحتكم البنات، الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو في روحتكم ومع السلامه.